السادة الصحفيين المحترمين، السادة الحضور، يشرفني رفقة أعضاء مجلس مقاطعة أقدر الرياض افتتاح مهرجان أقدر الرياض بهذه الندوة الصحفية المباركة. أولا يسرني مرة ثانية أن أرحب بممثلي المنابر الإعلامية والصحفية في هذا اللقاء الصحفي الذي نود من خلاله تقديم فعاليات واحد من المهرجانات الثقافية والفنية التي تحظى بإشعاع كبير على الصعيدين المحلي والوطني، ويتعلق الأمر بمهرجان أقدر الرياض. ونعتبر هذا المهرجان الذي اختير لدورته 16 لهذه السنة شعار انفتاح وتعايش مع تراثنا الثقافي اللامادي في الفترة الممتدة من 18 إلى 30 يوليوز 2023، من بين أهم الأنشطة الثقافية والاجتماعية على تراب مقاطعتنا، ليس لأنه حدث ثقافي وفني ورياضي واجتماعي يجمع بين جميع الفئات العمرية، ولكن لأنه أيضا حدث مميز من بين غاياته تشجيع المبادرات النوعية وإبراز القدرات والمهارات والتحفيز على الإبداع في المجالات الثقافية والرياضية والفنية والمسرحية، غير أن السمة النوعية الجديدة لدورة هذه السنة التي تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد تكمن على الخصوص في استشرافها للمستقبل، مع تأكيد المسار المتألق للتظاهرات التي عرفتها مدينة الرباط لاختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية لسنة 2022 وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة، والنجاح الذي لاقته النسخة 15 لمهرجان ربيع أقدر الرياض والدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابع لليونسكو في 28 نوفمبر 2022 بمدينة الرباط. وكما تعلمون فإن الحفاظ على التراث المادي واللامادي يعتبر من الأهداف الهامة التي تسعى إليها الحكومة المغربية والعديد من المؤسسات الثقافية والتراثية، بحيث تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية الثراء المادي والثقافي في المملكة، وتعمل على توثيقه كما عرفت مدينة الرباط تحولات كبيرة في الآونة الأخيرة على مستوى تجديد فضاءاتها في إطار المشروع الملكي الرباط مدينة الأنوار، مما يضعها على قدم المساواة مع أبرز العواصم العالمية. وهكذا فإن المهرجان يتوخى تعزيز الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وكذا تعزيز التواصل الفاعل مع الساكنة وتشجيع الأنشطة الثقافية والإبداعية والرياضية الهادفة بتراب المقاطعة وبالعاصمة، وتشجيع قيم الانخراط والمشاركة المواطنة في أنشطة الشأن المحلي، وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع عند الشباب والمجتمع المدني والمقاولة. وانطلاقا من هذه الرؤية ومن شعار مهرجان ربيع أقدر الرياض لهذه السنة، اخترنا برنامجا غنيا ومتنوعا يشمل لقاءات ومحترفات وقراءات شعرية ومعارض وورشات وزيارات أمل للمرضى ومسابقات رياضية وألعاب ترفيهية وسهرات موسيقية ونهائيات في كرة القدم. وستتوزع فقرات وفعاليات برنامج المهرجان على عدة فضاءات ومواقع بتراب مقاطعة أقدر الرياض، وهي حديقة التجارب والحديقة الأندلسية ومحج الرياض وحديقة بلفيدير وملعب نادي المنظر الجميل ومستشفى الأطفال بن سينا، راجيا أن تتحقق هذه الدورة
أن تحقق هذه الدورة للمهرجان إضافة نوعية حقيقية في مسار إشعاع عاصمة مملكتنا العزيزة التي لا شك في أنها غدت حقيقة عاصمة أنوار كما أراد لها صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. وأود في الختام في ختام هذه الكلمة أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على حضوركم معنا ومساهماتكم في نجاح هذه التظاهرة الثقافية والفنية والرياضية من خلال إطلاع الرأي العام المحلي والوطني على برنامج المهرجان وما يزخر به من فقرات وفعاليات متعددة. وشكرا لكم على حضوركم.